مسا الجمال، ده اسم برنامجنا الجديد. اهلا بيكم في اولى حلقاته، معكم امل صبري، مسا الجمال، زميلتي العزيزه شيماء عماد الدين. مسا الجمال يا امل، اهلا بيكي. اهلا بيكم اعزائي المشاهدين، الليله اول حلقات برنامجنا مساء الجمال. البرنامج هيبقى فقراته متعدده ومتنوعه، بس الفكره الاساسيه للبرنامج ان احنا بنتكلم عن الجمال. الجمال بكل انواعه، الجمال في كل المجالات، الجمال في كل تفاصيل حياتنا. باختصار احنا هندور ونبحث معاكم ونسلط الضوء عن كل ما هو جميل في كل شيء حوالينا. لو سمعنا خبر حلو او شفنا حاجه عجبتنا او صادفنا موقف ايجابي، حاجات كتير هنتكلم فيها. في الحلقه دي هنتكلم عن شخصيه جميله، ضيفه من اسره فنيه، والدها المصور السينمائي مكرم سالم، وعمها المخرج الكبير عاطف سالم، صاحب بصمات مهمه في السينما المصريه، واخوها عاطف مكرم سالم اللي امتعنا كتير بخفه دمه وشقاوته، شارك في العديد من الاعمال الفنيه. الطفل عاطف مكرم سالم كان طفل معجزة وموهوب بكل المقاييس الفنية، قدم لنا كتير جدا من الأدوار وشارك كبار الممثلين والممثلات. من أشهر أدواره دوره في فيلم أم العروسة مع الفنان عماد حمدي والفنانة تحية كاريوكا. كان مشهور بخفة دمه وتلقائيته وموهبته الكبيرة، ولما كبر اشتغل مصور خلف الكاميرات وامتهن مهنة والده المصور الكبير مكرم سالم. أهلا بيك يا داليا، نورتينا. أهلا بيك. داليا ابنة الفنان مكرم سالم، مع الليل وجماله والسهرة الحلوة ديت عاوزين نسألك. أهلا بيكو. عايزين نسألك أسئلة نحب إنك تجاوبين عليها. ليه ما اتجهتيش لمجال الفن مع إنك جميلة وخفيفة الظل؟ أولا مساء الخير عليكم، مرسي للمجاملة الجميلة دي. والله يعني أنا اتعرض عليا أفلام كتير وشغل كتير في السينما، بس يعني كنت متفرغة أكتر للأولاد، عندي 4، فكان من الصعب قوي اني اوظف ما بين الشغل والتصوير والسينما، لان ده بيبقى عاوزين وقت طويل جدا، وفي اي وقت بتطل بالاوردرات انتوا عارفين يعني. داليا انت الاخت الصغيره للفنان الطفل عاطف اللي بقى كبير بعد كده. الطفل عاطف مكرم سالم. كلمينا بقى عن علاقتكم في البيت، يعني هل هو كان شقي زي ما بنشوفه كده ولا كان في البيت العكس تماما؟ لا الحقيقه هو بقى عكس ما كنتوا بتشوفوه خالص في الافلام، هادي جدا. كان بيعمل مقالب؟ لا يعني هو في الغالب كان هادي جدا، لان يعني مامتي دايما كانت بتحكي عنه، فكان مقلبه بسيطة، ممكن مع الأصدقاء كده، ممكن الشقاوة العادية، لكن هو ما كان أهدى خالص من اللي احنا بنشوفه على الشاشة. طبعا ده الفضل يرجع للمخرج الكبير عاطف سالم اللي كان بيحركه في التصوير وكده. طبعا هو عم حضرتك. الله يرحمه. الله يرحمه. نشأتك في أسرة فنية أثرت عليكي في حياتك، خصوصا عمك المخرج الكبير عاطف سالم اشتغل مع جميلات السينما المصرية، يعني أثر إيه في حياتك؟ الحقيقة إن وجودي داخل الباقة الجميلة دي من الفنانين اللي هو بابايا، أخويا، عمي، وفي عمي تاني فاروق سالم برضو. فرقة رضا. ده من المؤسسين في فرقة رضا. هو كان في لقاء قريب قوي، عائلة فنية. كان في لقاء قريب قوي من اسبوعين كده مع الأستاذة منى الشاذلي، وقدم استعراض كويس جدا
وألف برضو كتاب حلو قوي بالمناسبة، يعني سيرته جت يا بالخير، كويس، هو عايش يعني الحمد لله، ربنا ربنا يديله يديله الصحة يا الصحة يا رب، رب ربنا يا يديله رب، الصحة. ربنا يديله الصحة. وجودي في وسط العيلة الفنية دي طبعا خلتني أشوف كل حاجة جميلة، يعني عندي دايما طاقة إيجابية في حاجات حلوة. اتربيت ونشأت في الاستوديوهات من وانا صغيرة. أكيد طبعا، وهو ده السؤال بتاعنا، لما كان بيبقى الطفل عاطف مكرم سالم عنده دور جديد، وخصوصا أنه هو واقف قدام عمالقة التمثيل، يعني ايوه أما كان بيبقى عنده دور جديد، أنتوا في البيت بقى كان بيبقى شكلكوا إزاي؟ يعني بتساعدوه إزاي للتحضير للدور؟ والدتي، والدتي الله يرحمها هي طبعا اللي كانت بتقوم بالدور ده، لان انا كنت اصغر منه في حدود تقريبا 15 سنة يعني. ما انتي اذكرش، صغيرة، الأخت الصغيرة انا خالص. اصغر واحدة فيهم، في بنتين اختي، بنتين اكبر مني طبعا، وهو كان الاكبر مننا كلنا. ووالدتي الله يرحمها بقى هي اللي كانت متولية تربيته وتأسيسه يعني المخرج عاطف ومذاكرته. سالم ووالدك الفنان مكرم، المساور الكبير مكرم سالم، كانوا لهم دور في تدريبه مثلا، وكانوا بيساعدوه أكيد على الدور أكيد الجديد طبعا مثلا. طبعا، هو وجوده في وسط أسرة فنية دي كانت حاجة جميلة جدا ليه. عشان كده كان آه مبدع طبعا. فعلا. إيه أبرز أعماله وإيه آخر أعماله؟ ابرز اعماله الفيلم اللي هو بيحبه اللي كلنا بنحبه والمشهور جدا ام العروسه، ده ساب بصمه كبيره لانه طبعا كان مع فنانين عمالقه، يعني طبعا طبعا من العمالقه طبعا الفنانه تحيه كاريوكا، طبعا حمدي، عماد عماد حمدي، حمدي، طبعا طبعا، حسن يوسف، يوسف شعبان، والفنانة إيناس عبد الله في طفولتها، دي كانوا جميله عاملين ايناس عبد الله. يعني دويتو مع بعض رائع. جدا جدا بيحب هو جدا، دايما لما اسأله على الفيلم ايه اللي بتحبه بيحب الفيلم ده جدا، ده أم اكتر العروس. فيلم. رغم انه هو صور افلام كتير جدا، اكتر من 20 فيلم. فيلم أم العروسة، هنتفرج على مقطع منه دلوقتي. اتفضلي. بابا يعني دي ايه؟ عايز تبع موز. الموز ده دوب بس يا ولد، اوعى مش موشي. من منا لا يتذكر هذا الطفل في فيلم أم العروسة صاحب الجملة الشهيرة انتوا بتعملوا ايه؟ وهات قرش، انه الطفل عاطف مكرم الذي ولد في 1 ديسمبر عام 1955، وهو ابن المصور السينمائي مكرم سالم، وعمه هو المخرج الكبير عاطف سالم. بدأ عاطف مشواره الفني في بداية الستينات حينما شارك في فيلم أم العروسة، حيث امتاز عاطف سالم بخفة ظله. شارك بعدها في فيلم الحقيقة العارية عام 1963. من أبرز أفلام الطفل عاطف سالم دوره في فيلم نحن لا نزرع الشوك عام 1970 مع الفنانة الكبيرة شادية. لعب عاطف مكرم ببراعة شخصية عباس المحورية التي حطمت حياة البطلة سيدة، والتي أدتها الفنانة الكبيرة الراحلة شادية في فيلم نحن لا نزرع الشوك، ولكن في إطار من المقالب الطفولية الخبيثة. عمل عاطف كمصور في 20 عمل، كان آخرها طريق الشر عام 1995، وبعدها لم يشارك في أي أعمال فنية. ومن أفلامه كمصور فيلم آه يا بلد آه عام 1986، وفيلم الهانم بالنيابة عن مين عام 1987، وفي عام 1995. وبعد آخر أفلامه قرر عاطف مكرم اعتزال الفن تماما والهجرة إلى اليونان، ربما أراد التفرغ إلى أسرته. يبلغ عاطف اهلا بيكم مشاهدينا مره تانية مع الاستاذه داليا أهلا مكرم بحضرتك. سالم، أهلا اخت حبيبتي. الطفل الجميل، الطفل المعجزه عاطف مكرم سالم، أهلا بحضرتك. وبنت اخو المخرج الكبير عاطف سالم، وابنه المصور الكبير مكرم سالم. داليا كلمينا بقى، انت كاخته بقى،
ايه اكتر فيلم ما تبقي قاعده لوحدك كده تشغليه وتقعدي تتفرجي عليه وانتي مستمتعه؟ مثلا فيلم الزوجة الثانية بتحبيه؟ بحبه جدا. دي ذكريات معاكي او مع والدك أو؟ لا انا بحبه يعني، بحب اتفرج عليه كده كفيلم لسعاد حسني. فيلم جميل طبعا. لكن فنانين انتي ما حضرتيش كبار. اي تصوير في الاستوديو بالنسبة معاه؟ لعطوفة، لا لعاطف اخويا لا الحقيقة. وبابا؟ لا بابايا طبعا كنت على طول معاه في الاستوديو بالعجلة معاهم يعني، كويس كنت قوي. معاه، كنت كان محتضنني خالص يعني. هو توفى وانا رايحة سنة اولى اعدادي كده تقريبا، فلكن طول الفترة اللي كنت اقدر اخرج معاه او اسافر معاه على طول كنت معاه. ربنا يرحمه كده، الله وهو أعماله يخليك. خالدة وبتخلد اسمه. من الافلام كمان اللي بحبها معاه وحضرت تصويرها في اسكندريه اكتر الافلام، فيلم المتوحشه لبابا لمكرم رائع سالم. رائع رائع. فيلم المتوحشه، فيلم سافرت مع السويس، فيلم رصاصه لا تزال في جيبي. من احلى الافلام اللبنانيه. كانت حاجات ايوه جميله جدا افلامه عشت معاه. مميزه كلها. دي الافلام الجميله جدا يعني، سايبه طبعا ذكرى. اثر من احلى الافلام. فنانة ماجدة ست كانت جميلة جميلة. عمالقه عم بنتكلم عن عمالقه. احنا معانا يعني اتصال، معانا اتصال، استاذنك. اتفضل. الو 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 الو، مساء الخير. مساء النور. ايه اهلا استاذة الدكتورة شيماء، اهلا اهلا بحضرتك. بيكي، اهلا وسهلا. مين معايا؟ انا دكتورة اسماء شحاتة. اهلا بيكي، اهلا يا دكتور، اهلا بيكي منورانا. اهلا بيكي يا دكتور شيماء، اهلا ايه بحضرتك. رأيك في وانا فكرة برنامجنا الجديد واسمه والله والضيفة الجميلة اللي معانا دي؟ يعني انا حبيت جدا فكره البرنامج، وطالبه اولا اهنيكوا على اختيار الاسم ميرسي الرائع ميرسي وعلى اختيار الموضوع، اللي اهم حاجه الجمال ورؤيه الجمال. دي مش اي عين تشوف الجمال ومش اي قلب يحس الجمال، فانا يعني مساكو جميل جدا وضيفه زي القمر ميرسي. وبجد طب يعني. قولي لنا بقى، واهم حاجه بالمناسبة الجمال قلتي بيمثل لك ايه يا دكتورة؟ يعني انتي بتشوفي ايه؟ الجمال في ايه؟ الجمال بيمثل بالنسبة لك ايه؟ بتشوفيه في الطبيعة؟ بتشوفيه في والله الليل؟ انا اصلا من الناس اللي هي عاشقه الجمال يعني. انا ممكن اشوف ورده الصبح ايوه. مفتحه كده يعني تخلي يومي كله جميل. ساعات اروح الشغل الاقي ورده تلاقيني مطلعه الموبايل على طول ومصوراها. ايوه يعني ايوه انا بحب تبحثي يعني عن الجمال. ابحث عن الجمال وبحب القط الجمال يعني عشان ما يغيبش عن عيني لحظه. لا فعلا، ف كن جميلا ترى الوجود جميلا يا دكتورة، بالظبط ويا بالظبط، رب وان نعرف الله جميل نخلي لم مساء يكن جميل. الجميل. اتفضلي ربنا يخليك يا حبيبتي. اتفضلي. بقول لك يا حبيبتي ربنا يخليكي، واحلى حاجه يعني الفكره رائعه، وكمان الحديث كمان عن السينما الجميله اللي بتاعت زمان دي طبعا يعني احلى حاجه، وده ايوه الجمال الحقيقي تمام. اه والمخرج عاطف سالم اه ورائع، اه والافلام طبعا الرائعه بتاعته. طبعا اولا فيلم العروسه ده عزيز علينا كلنا يعني، تاني جدا ده جدا. كل يوم تفتكري لو جه الطفل كل يوم عاطف؟ هنشوفه يعني. تفتكري له طبعا افلامه؟ هاد قرش طفل معجزه قوي. كلنا كلنا الشقاوه سعداء كلها جدا تعملوا بجد. ايه؟ جالنا النهارده يعني مكالمات وتعليقات، سعداء جدا ان حضرتك معانا، ميرسي يا حبيبتي. ويعني تسلميلي تسلميلي، انا اللي ميرسي جدا سعيده يا بوجودي دكتوره، معاكم. نورتينا وتابعونا، وان شاء الله ربنا نخلي مساءكم يخليكي جميل، وهيبقى ان احنا شاء كمان الله مساءنا جميل حبيبتي، بيكم. وبدايه موفقه ليكوا ميرسي كلكم حبيبتي، ميرسي وبنورني ميرسي جدا خالص. ليكي يا شكرا حبيبتي. شكرا. ميرسي. ايه اكتر فيلم كان عاطف بيحبه؟ عاطف الطفل طبعا. اكتر يعني الفيلم المفضل ليه كان ام ايه؟ العروسه ام العروسه برضه بتفرج هو فعلا عليه. كان مميز جدا فيه الفيلم يعني، ده يعني كان كان ليه شقي مشاهد جدا. كتيره جدا، كان رائع. وهو بياكل الموز وبيركب على الخروف ايوه يعني، كان عامل مهرجان في ايوه الفيلم. يعني اول ما نقول ام العروسه يبقى عاطف مكرم طب سالم. داليا، هو يعني الطفل عاطف مكرم سالم اختفى فجأة، هل اختفائه يعني اختفى من حوالي 32 سنة على حد تقريبا. علمي يعني، هل هو مثلا اعتزل التمثيل ولا كان عنده ظروف عمل؟ احكي لنا فين راح يعني. لا هو اتخرج من معهد السينما، وبعد تخرجه من معهد السينما اشتغل شوية في التصوير، عمل بعض الأفلام. وبعد تفتكري منها افلام معينة؟ قلتي لي التصوير مصور افلام ضخمة يعني. منها الفيلم النمر الأسود، أو ده أو كان تقريبا آخر فيلم صوره. أو
وفيلم الوحل والحنكيش وقفة بالظبط، الحريم وآيا بلد وفيلم السيرك والصبر في الملاحات. والصبر في صور الملاحات. أفلام أعمال عمل ضخمة. افلام حاجات جميله جدا. أوكي وطبعا برضو والدتي، عشان برضو لازم نذكرها، هي ده الطفل ده عاطف. الطفل عاطف مع والده تقريبا، مع المصور السينمائي مكرم سالم. دي صورة، كان ايوه لقطة كده من البعض. ده مكرم سالم ايوه بابايا. المصور السينمائي الكبير. ايوه ده عمه فاروق سالم. فرقة رضا. فرقة ان رضا. شاء الله عمل كتاب حلو قوي قوي، بيتكلم فيه عن وجوده في فرقة رضا فرقة من رضا. البداية وكده. كتاب انا جميل. شفته من اسبوعين تقريبا، كان جميل خالص يعني. حاجة زي السكر حبيب عائلة قلبنا فنية، عائلة كلنا. فنية رائعة. طيب دلوقتي اسمحي لنا بقى، يعني ليه انا دور. ما كملتلكيش، بس اتفضلي معلش اتفضلي اسفه اتفضلي. للموضوع بتاع اخويا، لان ده موضوع سالتيني اتفضلي سؤال وما صح. كملتهوش. والدتي الله يرحمها، طبعا بابايا كان متجوز واحده يونانيه قبل ماما، وبعدين سافرت اليونان، وبعد كده اتجوز والدتي وهي اللي ربته، ولغايه لما اتخرج من معهد السينما بابايا بعد وفاته. في التوقيت ده هو قرر، مامته يعني بعتت له، عاطف الطفل يعني. بعتت له زيارة لليونان، ودي كانت يعني هي البداية. والدته يونانية. ايوه هو والدته يونانية، فبعتت له دعوة لليونان كزيارة كده، وبعدين خرج ولم يعد، اخدته ما رجعتهوش كمل تاني. بقى في اليونان. هو بيقول الحقيقة ان هي يعني كانت مجهزة له عروسة وضبط له الاستقرار هناك، خسرناه وعنده خسرناه والفن اخوات خسره بجد. يونانيين كمان. لا الفن خسره فعلا. دي حقيقة، لان هو اتخرج من دفعة كبيرة جدا مشهورة جدا دلوقتي في السينما. اسمحي لنا بقى نسألك سؤالنا المعتاد في البرنامج، اتفضلي. الجمال، الجمال بيمثل ايه لداليا مكرم سالم؟ انا الجمال بالنسبة لي بيمثل الروح، النفس، العقل، الإنسانية، الطبيعة، كل ما هو جميل من صنع الله فهو جميل. أنا ما بقول بعدين بينعكس على المظهر الخارجي لينا، يعني الواحد لما يكون جميل من جوه وقلبه أبيض بينعكس على شكله فعلا. الخارجي، وما فيش أجمل من الله، جميل ويحب ونعم الجمال. وانتي بالله جميلة يا ونعم دلمي. ميرسي بالله. حبيبة قلبي، مش أجمل منكم والله. ميرسي ليكي جدا. مشاهدينا ميرسي ليكي. الكرام، لسه مكملين فقراتنا، هنطلع فاصل وراجعين، استنونا. اهلا بيكم مرة تانية اعزائي المشاهدين. بنتكلم وبنرجع تاني نتكلم عن الجمال. الفنون وانواعها المختلفة تعتبر من اكتر الحاجات اللي اغلب الناس بيحسوا فيها بجمال كبير. عشان كده النهاردة معانا ليلة غنائية، ليلة طرب اصيل، الفنانة الجميلة نجاة خالد. اهلا بيكي اهلا اهلا بيك بيكي اهلا بيكي. اهلا بيك عرفينا فينا. بنفسك يا نجاة. انا احب اقول في الاول ان انا مبسوطه معاكم النهارده جدا في احنا الحلقه، كمان حلقه واحنا بجد سعداء جميله. معاكي يا حبيبتي، منورانا. ربنا يهديكي. ايه بقى قوليلي، عرفينا بنفسك وقولي لي اكتشفتي موهبتك ازاي، سؤالين في بعض. اعرف بنفسي، نجاة خالد المهدي. اكتشفت موهبتي كنت في تانية ثانوي، لسه خالص صغنونة، وكنت انا بلعب باسكت من صغري يعني. فاحنا بنغير كده في يعني بنغير بقى عندنا ماتشات وحاجات كده، فبقى في الاوضه اللي هي اللوكرز وكده فيها صدى صوت، فبنكون مشغلين اغاني، فكنت صح. بغني عادي جدا مع الاغاني. فصحابي ايه ده صوتك حلو، ايه ده بجد، مش عارفه ايه يعني، اللي هو الموضوع كله كان صدفه. ومن هنا قدمت بقى في مسابقه في المدرسه، كانت على مستوى الاداره ومدارس مصر وكده، ومن هنا اخدت لقب صغنن يعني، وقتها كان بالنسبه لي طبعا حاجه كبيره قوي، وهو احسن صوت على مستوى المحافظه ده يعني. لقب كبير، ده لقب جميل. فاتبسطت جدا، واتبسطت ان انا اكتشفت يعني عندي موهبه كويسه غير الباسكت، وبس اتشغلت بقى جدا في الثانويه العامه، ومن اولى جامعه بقى انطلقت يعني. الحمد لله. بالتوفيق بالتوفيق يا رب بالتوفيق. الاعداد محضر لنا صور، معانا صور. نعود مره اخرى للطفل عاطف ايوه وصور.
تتصور معانا استاذه داليا ما زالت معانا منورانا، ابنه الفنان مكرم سالم المصور الكبير واخت الطفله عاطف. ايوه الصور، علقنا على الصور استاذه داليا. دي الفنانه ماجدة. ايوه الفيلم ده كان جميل جدا، كله احداثه كلها كانت اكتريتها في الاثار. ده فيلم ايه؟ كارنك؟ لا مش متذكره الحقيقه. الحاجات دي فعلا عدى عليها. هو اصلا الفنان ذات نفسه ممكن تلاقيه مش الصوره دي رائعه من افلام الابيض واسود. ايوه كان عنده هنا حوالي كام سنه تعرفي؟ والفيلم ده كمان رائع. الفيلم ده احداثه كلها كانت في البحر. وده الزوجة الثانية. ده مين معايا في الصورة؟ ده يوسف شعبان تقريبا. حسن يوسف. حسن يوسف. فنان جميل. ده فيلم كمصور بقى. ده لما كان بيصور فيلم النمر الأسود. من احلى الافلام مع الفنانه الجميله طبعا وفاء سالم. أيوة جدا جدا. اللي عمي عاطف سالم انكل عاطف اتبناها فنيا، وهو اللي عرفها للجمهور يعني هي متسميه على اسم عائله سالم. كويس قوي. كتر ما هي فنانه جميله. فنانه جميله، بنوجه لها التحيه طبعا. بنوجه لها التحيه. انكل عاطف سالم الله يرحمه. ده النمر الاسود برضه. ده من نفس الفيلم. كلهم كانوا عمالقه بجد. احلى الجمال بعينه بجد. الفتره دي الجمال بعينه. ده اثناء التصوير. هو اللي ورا؟ لا شكله ما اتغيرش كتير. هو قريب قوي. دي مامته الله يرحمها. تدوسية. دي اول ما سافر اليونان. دي الصوره دي تقريبا سنه 1952 55 حاجه كده يعني. كان اول ما اتجوزها. دي لما سافر بقى. لما كبر. استقر في اليونان. اخدته مننا. لا مجموعة صور رائعة بجد، بنشكرك عليها. ميرسي جدا. ذكريات رائعة. ذكريات جميلة وأفلام جميلة. إبداع بصراحة. نجات، يعني أنت بتشوفي إيه أهم خطوات أو مسيرتك الفنية كان أهم البوينتس اللي فيها اللي وقفتي عندها وحسيتي إن أنت بدأتي بقى تبقي على الطريق الصحيح يعني؟ أول حاجة كانت خطوة مهمة بالنسبة لي إن أنا أقدم في مسرح الجامعة. يعني دي بجد نصيحة ليا لأي حد نفسه يبدأ عنده موهبة. مسرح الجامعة أو زي مسرح المدرسة كده والإذاعة والحاجات دي، نفس الموضوع برضو بيبقى في الجامعة. جامعة القاهرة؟ لا أنا في جامعة، كنت في جامعة حلوان، خريجة من كلية الحقوق، وحاليا بدرس في معهد موسيقى عربية. غني في الأوبرا تقريبا. الحمد لله عملت حفلات في الأوبرا وفي ساقية الصاوي وفي المعهد عندنا في قاعة سيد درويش وفي محافظات تانية كتير. نجاحات كبيرة جدا وخطوات واثقة يعني. مين الداعم الأساسي في حياتك؟ الدعم الأساسي في حياتي بعد ربنا طبعا بابايا ومامتي، يعني دول بجد الأساس بالنسبة لي، ومعايا خطوة بخطوة في كل حاجة وبيدعموني في كل حاجة. يعني كنت بلعب باسكت بول كانوا معايا، كنت في الغنى، في حفلاتي، في البروفات، في الكلية بتاعتي، مأيدني في كل حاجة أنا ببقى عايزاها، لأن ما بيبقى شايفين يعني مقتنعين بموهبتي. يعني هم سر نجاحي. طبعا طبعا طبعا. يعني انا احب اقول لهم شكرا ويتفرجوا علينا دلوقتي. نسمع اغنيتك المفضله. اقول لهم نسمع صوتك الجميل أكيد. المميز اكيد هرن لكم اغنيه بابايا كمان بيحبها قوي، بس بعد ما اقول لهم ان انا بحبهم قوي قوي قوي، وربنا يخليهم ليا ويجعلهم دايما سند وظهر لي. يا رب. اللهم امين. ممكن تسيبني اشتري عمري اللي باقي قول بكام، مش عايزه اعيش معاك عشان لو عشت كله جراح حرام. ممكن تسيبني اشتري عمري اللي باقي قول بكام، مش عاوزه اعيش معاك عشان لو عشت كله جراح حرام. ولو انت خايف لما تسيبني قابل بعدك حد يصوني
وانت لو ما بقتش بتصدق كلام، انا ممكن اكتب لك تعهد مني اني هعيش لوحدي باقي عمري، بس عايشه باحترام. الله الله الله، الجمال لسه موجود يا استاذه داليا معانا، والفن مستمر. مصر ولاده. ما شاء الله، صوت رائع. بتحبي يا نجاة تعملي حفلاتك فين؟ هو لو انا احب، فانا احب يعني ان انا اعملها في كل مكان وفي الدنيا كلها، بس يعني من الفرص اللي جات لي كويسه ان انا وقفت على مسرح زي مسرح الاوبرا، ومسرح زي ساقية الصاوي، ومسرح زي المعهد عندنا، معهد موسيقى العربيه. فالاماكن دي بحب قوي، احب اغني مع اوركسترا وفرقه كامله، وبحب الغنى الشرقي. يعني بحب اقف قدام جمهور بيقدر الفن وبيحب، يعني بيفهم انا بقول ايه، مش لمجرد كبير ويستحق. يعني فعلا كل التحيه، وصوت مصري بنفخر بيه كلنا. اسمحي لي اسالك سؤال، يعني هو ممكن يبقى بدري عليه شويه، بس يعني لازم نبقى باصين لقدام. انت نفسك تحققي ايه في الغنى؟ عايزه توصلي لغايه فين؟ بصي، انا نفسي اوصل للغنى. انا عايزه اقول لكم الاول ان انا مثلي الاعلى في الغنى او قدوتي، يعني مش بحب اغني زيها، بس بحب يعني نفسي ان شاء الله ابقى زيها. وانا قليل قوي لما اقول نفسي ابقى زي حد، مش عشان حاجه، بس اللي هو بحب دايما اكون مستقله بنفسي، او بحب انا اللي ابقى حاجه مختلفه. انا بحب امل ماهر قوي 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 جدا. صوتك قريب منها برضه. كبيره ليها طبعا، فنانه مصريه جميله. ايوه انت كمان صوتك رائع، وهي صوت رائع جدا. فانا بحب، فانا يعني نفسي جدا جدا اكون زيها. ونفسي في الغنى احقق ايه؟ نفسي احقق يعني نفسي بلدي تفتخر بصوتي، وبان هي عندها حد يعني موهبه زيي، وان انا اشرف بلدي في العالم كله. مش لا، احنا بنبشرك ان شاء الله ان شاء الله هتوصلي لابعد مما تتخيلي، والابعد حدود ان شاء الله. ايه رايك في انتشار المهرجانات؟ ممكن تفكري تعملي مهرجان او كده؟ سؤال كوميدي. بصي، هو عامه يعني انا يعني ممكن اجابتي تبان ان هي اجابه مختلفه شويه، بس هقول لحضرتك على حاجه. يعني انا اتعرض عليا كتير قوي عقود احتكار، رفضتها لسبب ان انا مش هقبل ابدا ان انا حد يحتكرني، بالذات في سني ده، وبالذات الاحداث اللي احنا بنشوفها دلوقتي. ففكره ان انا اكون مقيده بحاجه، لو قلت دلوقتي لا مش هعمل مهرجانات، هبقى قيدت نفسي، وفي نفس الوقت مش هقول هعمل كل حاجه بظروفها، بس لو هعمل حاجه هعمل حاجه مختلفه. زي ما احنا كنا في يوم وليله فجاه لقينا حاجه اسمها مهرجان، في ناس حبيتها وفي ناس لا. فانا اتمنى ان انا اعمل حاجه تكون مختلفه، بس مش مهرجان، لان انا بدرس موسيقى عربيه وغنى شرقي. فيوم ما اعمل حاجه ممكن اعمل حاجه تكون مترقعه جدا، بس مش ستايل خالص المهرجانات. مين سماكي نجاة يا نجاة؟ مين سماني نجاة؟ ليه علاقه بالفنانه العظيمه يعني النجمه الكبيره نجاة؟ لا بصراحه ملوش علاقه، وما كانش خالص حد يعرف ان صوتي حلو ولا بغني ولا اي حاجه. بس انا كنت يعني باباي ومامتي سموني نجاة على اسم جدتي ربنا يرحمها. ولما بقى يعني في الاول خالص وانا صغيره كنت الاسم بحس ان هو اسم نجاة ليه كله بقى سلمى وساره وحاجات اللي هي كيوت. فلما دخلت الغنى وبقيت اغني، فالناس بقى يعني ما بقاش يفتكروا ان انا مغيره اسمي لنجاة عشان بغني يعني. أيوه. فالاسم ساعدني جدا. اوكي يلا بينا. عيون القلب سهرانة ما بتنامش، لا انا صحية ولا نايمة، ما بقدرش يبان روح يا نوم من عين حبيبي.
الله، ايه رايك يا استاذه داليا؟ ايه رايك بقى في الموهبه الرائعه دي؟ ايه رايك في السهره الجميله اللي يعني بجد احنا بنشعر بالجمال واحنا معاكم؟ الله يخليكي، صوت رائع والله. انا اللي سعيده معاكم جدا، انتوا الجمال اصلا. صوت رائع جدا، احنا مش هنسيبك النهارده، لازم تسمعينا تاني ان شاء الله باذن الله. انا مبسوطه والله ان انا معاكم، حلقه جميله وانتوا صوتها في طرب جميل. لا هتروحي فين؟ الناس عايزين المشاهدين يعني عمالين عايزين يسمعوا ورده وعايزين يسمعوا عبد الحليم من غير اي حاجه. اسمعكم ايه؟ صوت جميل. اغنيكم بقى قديم شويه، ممكن يعني قديم بقى ام كلثوم او ورده، ايه رايكم؟ ماشي. ممكن نقول ليالينا ليالينا وتاهت بينا ليالينا جدا. ربنا يخليكي. صوت طربي جميل. بتحبي بقى مين من المطربين الجداد تحبي تغني لهم؟ المطربين الجداد بحب انغام زي ما غنيت لها في الاول، وبابايا كمان بيحبها قوي فشجعني اكتر ان انا اسمع لها، وبحب اغني لشيرين، ويعني بحب كتير بصراحه. بحب كمان اسمع شيرين. اسمع شيرين ماشي. يلا بينا نسمع ايه لشيرين؟ ماشي نقول مثلا حبيته بيني وبين نفسي وما قلتلوش علي في نفسي، معرفش ايه بيحصل لما بشوف عيني، ما بقتش عارفة اقوله ايه، معرفش ليه خبت عليه، بضعف قوي وانا جنبه وبسلم عليه، كل حب الدنيا دي في قلبي ليك، ده انت اغلى الناس علي روحي فيك، كل حب الدنيا دي في قلبي ليك، ده انت اغلى الناس علي روحي فيك، ده انت لو قدام عيني اشتاق اليك يا بابا. الله عليك. في اتصال، في اتصال طالب اغنيه شيرين مشاعر بصوتك. هي اتصالات كتيره جدا. لا يعني بجد انت رائعه وعاملين امسيه جميله. ايه رايك في الصوت الرائع ده؟ اديني والله طاقه ايجابيه، حاجه راقيه جدا. لا دي حقيقه والله. احنا بقى بندور دايما على الجمال في كل مكان. الواحد حاسس ان هو يعني ودنه مستمتعه كده. ايوه صحيح.
والاغنيه اللي جايه دي خطيره تحبي برضه. تسمعي ايه بقى بالنجاة استاذه داليا؟ يعني غير مشاعر. مشاعر جميله جدا برضه بحبها. ماشي اتفضلي اتفضلي. مشاعر تشاور تودع مسافر، مشاعر تموت وتحيي، مشاعر مشاعر تشاور تودع مسافر، مشاعر تموت وتحيي، مشاعر يا دي يا دي يا دي المشاعر، يا دي يا دي يا دي يا دي يا دي المشاعر، يا دي المشاعر، يا دي يا دي يا دي المشاعر، يا دي يا دي يا دي يا دي يا دي يا دي المشاعر، يا دي المشاعر. كل حاجة ناقصة حاجة وانت مش جنبي حبيبي، نفسي اعمل اي حاجة بس ترجع لي حبيبي. كل حاجة ناقصة حاجة وانت مش جنبي حبيبي، نفسي اعمل اي حاجة بس ترجع لي حبيبي. مشاعر تشاور تودع مسافر، مشاعر تموت وتحيي، مشاعر. الله عليكي داليا. اتفضلي اتفضلي اتفضلي. ايه رايك في الممثلين الشباب والوجوه الجديده؟ بما ان انت بقى فنانه ومن عائله فنيه كبيره، بتحبي مين اكتر حد في الوجوه الجديده في التمثيل اللي ظهرت في الفتره الاخيره؟ يعني انا بحب يعني اغلبيتهم كلهم كويسين الحقيقه، في كتير قوي كويسين. محمد رمضان عمل مسلسلات حلوة جدا أبدع فيها الصراحة. مسلسلات محمد رمضان حلوة جدا. الفنان بنوجه له كل التحية. قالت حد كويس قوي فعلا في ونجح نجاح نجاح يا سرعة الصاروخ ما شاء الله. رغم ان في انتقادات الا انه في التمثيل انا بحبه جدا وحتى في الغنى. فنانة، مين اكتر الفنانات في الفترة الاخيرة من الفنانات الشباب اللي بتحسي ان هي يعني بتفضليها وبيبقى لها ان شاء الله مستقبل؟ انا بحب ياسمين عبد العزيز جدا، بحبها هي اصلا يعني غني عن التعريف، وممثله كبيره وجميله كتير جدا يعني عشان ما نقصرش مع حد حد وحد. بمناسبه الجمال بقى، تابعتي المسلسل الاخير بتاعها بنحب تاني؟ طبعا طبعا كان جميل جدا ورومانسي، والشاشه الصغيره كانت محتاجه المسلسلات، كنا محتاجين الحاجه المسلسلات الرومانسيه دي شويه، لان في السنين الاخيره كلها عنف، بس دلوقتي انا شايفه الاتجاهات بقت هاديه شويه، كلها داخله في رومانسي حاجات هاديه يعني. وشكل جديد ياسمين قدمته بعد فتره بتقدم كوميدي. بس مثلت فيه حلو جدا جدا. وفكره المسلسل كمان انا حبيتها يعني بعيدا عن التمثيل، فكره المسلسل مختلفه جديده، ما كانتش يعني مش حاجه متوقعه او كده، فكان حلو قوي ونجح يعني. احنا بقى عايزين نسمع منك يا نجاة اغنيه لساموزين. انت جبت الحاجات دي منين؟ مطلوبه الحاجات الفظيعه دي مطلوبه. اوكي، انا على فكره بحب، مش عارفه انا قلت او لا، بس انا سامو زين بحبه قوي 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 قوي، وكان نفسي قوي اشوفه واغني معاه، والحمد لله من ضمن الحاجات اللي كان نفسي فيها تحصل يعني. ما غنيتش معاه بس غنيت قدامه وعبر لي قد ايه مدى اعجابه بصوتي، فدي كانت من الحاجات اللي انا كان نفسي تحصل يعني، والحمد لله حصلت. وموسيقار حلمي بكر برضو كنت مشاركه في حفله تبع الجامعه، وتامر حسني وكذا حاجه يعني، فانت فكرتوني بقى فقلت اشاركه الخبر الحلو ده. سامو زين. اوكي يعني اهدي له الاغنيه بقى. اوكي. لانك معايا
لأنك معايا في كل لحظة وكل ثانية، ومش بعيدة ومش بعيدة، ولو بعيد دايما عليا، لأنك معايا لأنك معايا في كل لحظة وكل ثانية، ومش بعيدة ومش بعيدة، ولو بعيد دايما عليا، حبيبي معاك حبيبي معاك، أنا بنسى كل الدنيا دي، لحظة لقاك لحظة لقاك، روحي بترجع تاني ليا، وياك أنا بنسى العالم بنسى الناس، وانتي معايا مش عايز حاجة تانية خلاص، جنبك أنا كل الدنيا دي ما تشغلنيش، مش عاوز حاجة غير إنك ما تسيبنيش. الله الله الله، رائع جميلة جدا. نجاة ما فكرتيش تمثلي؟ ما تعرضش عليكي أدوار؟ لا، هو اتعرض عليا بصراحة، بس حاليا حابة ان انا اركز في الغنى، وان شاء الله لما ربنا يكرمني واحقق اللي انا عاوزاه في الغنى ساعتها تفتح لي بقى مجالات تانية. لو اتعرض عليكي هتوافقي حاليا؟ على حسب لو جت حاجه مميزه. وانا انا اوريدي مثلت في عروض برضو كانت تبع في الاوبرا، وشاركت في عرض اخير كان اسمه اللي رسمت الطريق، ده كان بيتكلم عن مصر واحداثه، وكان حلو قوي، وكان مع الفنانه نهال عنبر والفنانه نورهان والمخرج منفذ استاذة منال سلامه، كان عرض كويس قوي كنت فيه بمثل، بس يعني واخده دور غنائي. الناس طالبة أغنية الميادة الحناوي وزمايلنا في الكنترول والاتصالات، زمايلنا عايزين حاجة الميادة. كويس إن أنتي بتغني قديم حلو قوي. جميل جدا. كويس قوي. هتغني لها إيه؟ ممكن في أغنية مش كتير قوي عارفينها، لأن كل الناس تبقى عارفة كان يا مكان أو أنا بعشقك أو كده. بعشقك. في أغنية بحبها قوي قوي، شاركت فيها دي اللي كانت قدام الموسيقار حلمي بكر، اسمها مش عوايدك. طيب. وانا بقالي كتير قوي ما غنيتهاش، بس يعني هحاول ادندنها كده. مش عايدك. مش عايدك، قولي مين غير عوايدك، قولي مين قولي عليك. احنا دلوقتي عايزه اسالك، ايه قصتك مع تامر حسني؟ قصتي مع تامر حسني، انا اولا بحب تامر حسني جدا 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 من قبل ما كنت اتعامل معاه. الناس كلها بتقول عليه انسان قبل ما يكون فنان. فعلا دي حقيقه، فنان كبير، حد جميل جدا. فكان نفسي مش ان انا اغني معاه، يعني وقتها كان طموحي ان انا بس اشوفه يعني او احضر له حفله. كان عرفت ان في جامعه من الجامعات يعني مقدمه ان هيطلعوا مواهب، يعني اللي حابب يتقدم ان هو يغني مع تامر حسني يروح. فبابا ساعتها اخدني ورحنا جدا جري يعني على المكان، ووقتها كان في صعوبه جدا ان انا اوصل له ان انا يسمع صوتي. وصلت لده وسمع صوتي وانبهر بيا جدا، وقال لي كلام عمري ما هنساه، قد ايه صوت حلو وقد ايه ان شاء الله هوصل باذن الله لحلمي.
وخلاص كان كنت انا من اوائل الناس اللي هو انا احط اسمي في القائمه بتاعه اللي هتغني معاه في الحفله اللي جايه. حلو الدعم ده قوي. حلو قوي ان فنان كبير يعني يدعم هي ما تمتش يعني بس يعني الحمد لله طبعا وقتها خير. فوقتها بقى اكتشفنا ان انا لازم اكون من طلاب الجامعه دي، يعني الجامعه موفره الفرصه دي لطلاب الجامعه. فانا وقتها ما كنتش عارفه ان الفرصه دي للطلاب، وهو ما كانش يعرف ان انا مش من الجامعه يعني. لا احنا بنطلب من الفنان تامر حسني من فضلك، عايزين حاجه مخصوص للفنانه السعيده اللي حضرتك دعمتها الفنانه نجاة خالد. ممكن تغني لنا قطعه صغيره للفنان تامر حسني؟ اكيد. حاضر. اقول ايه لتامر حسني؟ انا بحب كل اغانيه، اغانيه كلها رائعه الصراحه. نقول ايه مثلا؟ مش عارفة ايه. طب قولوا حاجة معايا. حبيبي، حبيبي وانت بعيد. حبيبي وانت بعيد، مشتاق للمسة ايد، من غير ولا همسة قرب ومد ايديك، اول ما افكر فيك هتحس باللمسة. حبيبي وانت بعيد، مشتاق للمسة ايد، من غير ولا همسة قرب ومد ايديك، اول ما افكر فيك هتحس باللمسة. الله الله الله. ميرسي جدا جدا لحضوركم، اسعدتونا، شرفنا بيكم، والحلقه كانت جميله بيكم، نورتونا الحقيقه. اعزائي المشاهدين، احنا يعني بنشكر كل فريق العمل وفريق الاعداد، طبعا بنشكر ضيوفنا الكرام، وبنشكر القائمين على القناه. بنخص بالشكر الاستاذ نصر الشاهد اللي جاب لنا يعني الضيوف الاعزاء، وبنقول لكم احنا سعدنا بيكم جدا، كان مساءنا جميل بيكم، نتمنى ان احنا كمان نكون خفاف عليكم ويكون مساءنا المساء جميل، واستنونا الحلقه الجايه ان شاء الله في نفس الميعاد يوم الحد القادم بإذن الله، مع ضيوف جداد ومع برنامج موضوعات جديدة برنامج مساء الجمال على قناة الصحة والجمال. إلى اللقاء. إلى اللقاء. إلى اللقاء.